تعزيز استقلالية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتوحيد النظام القانوني للانتخابات هو ما أكد عليه أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مشروع القانون العضوي للانتخابات في أول خرجة لهم، والتي جاءت لشرح وتبسيط مواد مشروع القانون والهدف من إدراج 73 مادة جديدة من بين 313 مادة. إجمالي للمواد لهذا المشروع 313 مادة، 73 مادة جديدة بإكمالها. للمرة الأولى في الجزائر، ربما في المرة الأولى في إفريقيا وفي العالم، يعرض على الأحزاب السياسية مشروع قانون عضوي يتعلق بالانتخابات المحلية التشريعية والرئاسية للنقاش ولإثراء النص الأخير إن شاء الله. ولتحقيق التوافق حسب أعضاء اللجنة، ينبغي على الأحزاب المعترضة على التعديلات الواردة في مشروع القانون أن تثري النقاش بتقديم اقتراحات بناءة. يتطلب من الأحزاب أن تقدم قيمة مضافة لهذا المشروع لتحسين هذا المشروع. بطبيعة الحال اللجنة اجتهدت، قد تصيب وقد تخطئ، ولكن الفاعلين السياسيين ينبغي أن يقدموا القيمة المضافة لأنهم المعنيين بالأمر بهذا المشروع. صياغة قانون انتخابات جديد وإدراج مفاهيم أساسية هو رهان المرحلة المقبلة، في انتظار المقترحات التي تساهم في التأسيس لمناخ سياسي بنفس جديد.